السلام عليكم الخوت، معكم محمد أمين. فهاد الكور هذا ديال التريجونومتري سينيوس الكوسينوس سينيوس الطونجون تنشوفوهم ونشوفو الشرح ديالهم. نكتب أن غادي ندير لي نوت ديالي هنايا، الله يكون داكشي مزيان. المهم الإخوة، التريجونومتري كأكدوا عليها في الفيديو بزاف، علاش؟ حيت الانجينيرين والفيزيكس ضروري خص تريجونومتري. المهم كما كتعرفوا في الماط ضروري غادي نبداو بواحد الافتراض. الافتراض الاول هو ان هذه دائره، وهذه في مركز هذا المتعامد هذا ولا هذا ميبيان، والشعاع ديال الدائره هذه هو واحد. هذه الكلبه ديالي بغات تخرج. المهم كما كتعرفوا هذه الجهه، هذه الجهه كنسموها الزكس، وهذه كنسموها الزيكريك. اوكي الاخوه، دابا لونجل او الزاويه اللي كاينه ما بين هذا الخط هذا اللي هو ديال زيكس، هاي اكس مكتوبه هنايا، وهذا الخط هذا، هاد الزاويه هادي غنسميوها تيتا. تيتا دابا كتساوي لنا 5 ديال الدرجات. المهم هادشي خوتا متفق عليه بان اكس ان هاد تيتا هادي غادي نحسبوها من غنبداو نحسبو الزاويه من هاد لي زيكس، ما نحسبوش الزاويه من لي زيكغاك ولا من ناقص اكس ولا من ناقص ايكغاك، غنحسبوها من لي زيكس. ولكن اخوت انا واحد الحاجه بانت لي غريبه، هنا قالك في القاعده is always measure theta from the x axis in the counter clockwise direction. اللي ما فهم اللي فاهمي فهم، قالك counter clock كونتر يعني اكس كلوك وايز. صافي دابا عاد فهمت شنو كنسحب لي في الاول. سحب لي كلوك وايز، كلوك وايز كتهبط هكا، كلوك وايز كتهبط هكا يعني جهه الساعه، ولكن هما قالوا كونتر كلوك وايز يعني نبداو نحسبوها هكا، نحسبوها من الزكس ونبداو نحسبوها جهه هكا، يعني مني طالعه هي هكا يعني 5 ديال الدرجات. من الخوت تيتا نبداو نحسبوها باغ لي دوغري، وممكن نحسبوها شحال دازت هنا من المسافة من النقطة اللي انطلقت منها. هادشي غنوصلو ليه من بعد إن شاء الله، ولكن دابا ركزوا معايا. أسهل حاجة اللي كنعرفو فيها الأول هي من الدرجات، بالدرجات نحسبوها بالدرجات. وحنا دابا جينا من المسافة اللي انطلقت منها مثلا تيتا، ولكن باش نكونوا متفقين انا وياكم على واحد الحاجه، تيتا كتساوي دو جوج بي الى داس السيركل كامل كتساوي جوج بي، يعني نص ديال السيركل بي واحد وربع ديال السيركل نص ديال بي. وهادشي غيخلق لينا واحد القيمه جديده او واحد الوحده جديده اللي هي سميتها راديانس راديان. انا عارف بلي ماشي جديد عندكم، ولكن شحال من واحد هادشي جديده، حيت لي مولفين حنا كنحسبوا الزاويه بالدرجات، ولكن هنا دابا كاين عندنا جوج ديال الحسابات الدرجات والراديان. وهنا الخوت جينا الكوسينوس، يعني جاي بالتمام. شنو زعما الكوسينوس هذا؟ هانتوما شوفوا، حنا هاد الدائرة هادي فين حطيناها في معلم، ياك حطيناها في ميبيان ولا معلم متعامد، ياك. هنا عندو لي زيكس وهنا عندو لي زيكغاك، ولكن دابا شنو كنحسبو حنايا؟ كنحسبو هاد الزاوية هادي، حنا في الأول مركزين في هاد الزاوية هادي، ولكن دابا حنا واخا تنحسبو الزوايا، حنا في المثلثات تريكونومتري، يعني عندنا مثلا عندنا هاد المثلث هذا اللي الزاوية ديالو اللي ما عرفناش دابا لحد الآن اش غادي تكون هنا 45 درجة، ماشي مشكل، ماشي المهم هو هذا، ولكن هاد القنت ديال هاد المثلث هذا، هاد القنت هذا اللي حدا شنو؟ حدا الواتر، القنت اللي حدا الواتر مالو هذا؟ هذا محطوط في معلم، ديال لي 6، معلم ديال لي 6 ومعلم ديال عندو تا هو يعني احداثيات. وهاد الاحداثيات هادي دابا شنو تنقولو لها؟ نقولو الكوس ديالاش، كوس ديال تيتا تتساوي مثلا هنا في هاد المثال، هنا عندنا 0.87. هنا غادي نبدا نفهم، شوفو معايا الخوت، مني كتجي هاد الزاوية هادي بلا،
يعني زيرو زاوية زيرو ولا زيرو تيتا. هنا ملي كتلصق هنايا في واحد، ملي كتكون تيتا مثلا كتساوي زيرو، هنا كتساوي الكوسينوس ديالك كيساوي واحد، كيساوي واحد. علاش؟ داكشي كنديرو الكوس ديال زيرو يساوي واحد. المهم الخوت، على ذكر ديك الكوسينوس ديال زيرو تساوي واحد، عينيت في الدوكيمون ديال الكالكولوس اللي كنجمع فيه ديك القواعد. انا حطيت واحد التصويره مهمه بزاف، كتبين دوك القواعد اللي حنا تنحلو فيهم شويه بشويه. مثلا كوسينوس ديال زيرو يساوي واحد، سينوس ديال زيرو يساوي زيرو، امي غادي. المهم حنا غاديين فيها بشويه بشويه. كنتمنى تاخدو شي سكرين شوت ديال هاد التصويره هادي ولا تقلبو عليها في جوجل. هي ما كاينه موجوده. المهم بالضبط اخوش باش نكونو فاهمين، دابا هاد النقطة هادي فين ما كانت فهاد المعلم هذا، الإكس ديالها إكس كنديرو كنسميوه الكوسينوس إكس ديالها، حيت هي فيها إكس لهاد المعلم هذا إكس، والنقطة اللي كتمثل هاد المعلم إيكغيك، هادشي يعني إيكغيك مع ماشي معلم إيكغيك، لا المعلم إيكغيك ديالك مسامح الخوت، ولكن كنرتب أفكار ديالي على ودكم. مثلا هاد الصورة هادي كتمثل هاد القضية مزيان، يمكن مثلا هاد الصورة هادي باقا مضبه شي شويه، هاد كتمثل هاد القضيه اللي قلت لكم. مثلا هنا هاد المعلم ديال زيكس هنا واحد زيرو، ملي واحد زيرو يعني كوسينوس ديالها واحد، هنا زيرو واحد يعني سينوس ديالها، سينوس ديالها المهم سينوس حنا دابا مازال ما شفناهاش، المهم باش نوريكم هادي زوينه مثلا الصورة هادي. المهم الخوت حنا جينا دابا السينوس، دابا نتوما عارفين سينوس منين جاي، للتذكير فقط هو مني هاد النقطة هادي كتكون الصورة ديالها على المعلم إكغيك كيكون هو السينوس ديالها. مثلا هنا السينوس ديال تيتا كيساوي 0.5. وكاين اللي يستغرب يقول لي علاش السينوس ديالها مثلا هو 1.05، علاش؟ حيت ملي كنجيو كنكملو هاد الدائرة فين كاينة هنا، هاديك واخا تكون عندنا مثلا واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعة عشرة، مثلا عشرة ماشي هو سينوس، السينوس ديالها هو عشرة، السينوس ديالها هو واحد، حيت هو اللي تيكمل لينا فين كاينة الدائرة بالنسبة لهاد المعلم هذا. هادو إشارات كنبينو بهم، مثلا بحال عشرة سنتيمتر كيساوي لنا واحد ديسيمتر، هذاك الشيء اللي كاين واحد سينوس مش كتكمل هنا يعني واحد. وانا اللي خلقت لكم هذا الشيء في دماغكم حيت ما فهمتكمش مزيان الكوسينوس. الكوسينوس هنا ممكن ماشي واحد، انا كان كنسحب لي 1.0 في الاول، ولكن هي 10، وهاد 10 هذيك بحال كما قلت لكم بحال كنحول من سنتيمتر لديسيمتر، يعني فين كامله هاد الدائره كاينه هنايا تما هذيك هي واحد ديالها، واحد يعني قطعة كاملة. إلا جات هنا النصف ديالها، إلا جات هنا مثلا 10% مثلا 0.1، وهكذا القضية غادي. المهم الخوت خصنا نعرفو واحد الحاجة، مثلا هي ملي كتجي مثلا السينوس إلا جا ملي لفات إلا فاتت الجهة هادي تنبداو نحسبو بالسالب، ياك الصورة نحسبو بالسالب. جات هنا نحسبو بالسالب، ولا الكوسينوس جا هنا غنحسبو بالسالب، ولكن هادشي كامل هنا ما كيفوتش كاع واحد، كامل لا سينوس لا كوسينوس ما كيفوتش واحد، ومن الجهه الاخرى من الجهه السالبه ما كيفوتش ناقص واحد. ماما الخوت ديما دير في بالك بلي الوتر، الوتر هو اللي تيكون في الوسط، هو اللي تيكون ما بين هاد الدائره. مثلا كان شي مثلث، الوتر فين شكون يكون؟ الوتر اصلا تيكون هو الخط الكبير في المثلث، وهو اللي تيكون تيمثل لينا ما بين النقطة إلى الضلع. مثلا واخا الدائرة ما عندهاش ضلع، ولكن الحرف ديال الدائرة ياك. والسينوس السينوس كيمثل الجهة ديال اللي كتعطي الصورة ديال إكغيك، والكوسينوس كيعطي الصورة ديال اللي كتمثل لي زيكس. كان عندي مثلا شي مثلث مقلوب ولا شي حاجة بحال هكا، غادي نقلبو ونقادو أنا على حسب باش يجي داكشي مفهوم مضبوط. ماما دي قاعدة عامة في جميع المثلثات، ما عندك فين تدخ. ماما الخوت واحد الحاجة مهمة، مثلا لاحظتوا معايا، مثلا لكبرنا مثلث مثلا بحال جبتناه درنا ليه سكيل،
سكيل هيد ينجبدو. الا جبدناه مثلا كيم السينوس الا كبر، الا كبر بشي نسبه، حتى الكوسينوس ديالو غادي يكبر بشي نسبه، وحتى الوتر ديالو غادي يكبر بواحد ديك النسبه. يعني كنجبدو كنديرو ليه سكيل، هضره معروفه في سكيلز. اوكي الاخوان، نجي واحد الحاجه مهمه عندنا في كالكولاتريس. كالكولاتريس الا بغيتي مثلا نحسب السينوس والكوسينوس، عندي واحد الاختيارات، واش نحسب بالدوغري ولا نحسب بالراديان. مثلا اجي انا نحسب بالدوغري، اجي مثلا 30 درجه، عندي جوج ثلاثة في كوس ديال 30 وسط القوس ديال اونتخي، تخرج لي 1.97 مثلا، 1.97. وكما عندنا هاد الجهه مثلا هاد الاكس، هاد الاكسات كما قلت لكم حنا هضرنا على السكيل، داكشي علاش طلعت 1.99. الى رجعنا الفيديو وشوف كتكون صغيره، تكون صغيره شي غلطه صغيره، فهمتوا؟ داكشي علاش طلعت 1.99. 30 درجه هنا الكوسينوس ديال 2.3 عطاتنا هي 1.99. وزيد وزيد. ومن التطبيقات ديال الحساب المثلثي مثلا الساين والكوساين، مثلا نتخيلوا باننا حنا عندنا في الطائره، حنا دابا غنوصلوا لهاد النقطه هادي، مثلا خصنا نوصلوا لهاد النقطه هادي هنا، غنعتبروا بانه مثلث، نعتبر انه مثلث، ومن المسافه راه عندنا في دماغنا، من هاد المسافه هادي غادي نخرجوا الزاويه ديالنا، نخرجوا الزاويه ديالنا. وهذا الشيء كيدار بالانفرس، هذاك الشيء اللي درناه باش حسبنا شحال خرجنا مثلا في الاول، واحد هنا هاد العمليه اللي درناها باش خرجتنا 1.99، غنديروا لها الانفرس ديالها، نديروا لها العكس ديالها باش كطلع لينا الزاويه ديالنا. حنا علاش ملي جينا هنايا عطيناه الزاويه 30، غنديروا العكس وغتخرج لينا اش من زاويه خصنا نطلعوا بها في الطائره باش نوصلوا لديك النقطه بالضبط. المهم الخوت، من الامثله اللي كاينين، الامثله اللي كاينين، المهم كعرف نتوما الانترنيت راه فيها كلشي. مثلا بغينا ندير الانفرس ديال الكوساين، انفرس ديال الكوسينوس، مثلا انفرس ديال الكوسينوس ديال ما انا مثلا عندنا كوسينوس ديال واحد، درت هنا واحد، درت هنا واحد، درت كالكوليت، خرج لي لونغل، لونغ اللي خصني ولا الزاويه اللي خصني نسافر بها اون دوغري مثلا هي زيرو، وهنا خرج لي لونغ ان راديان هي زيرو. نتوما عارفين بلي الكوسينوس راه كاين في مثلا هنا هاد النقطه هنايا، الا كان الكوسينوس ديالنا واحد تجي النقطه هنايا، هنا بالضبط. المهم هاد السيت هذا سميتو رابيد تيبل، مبانش ليكم هنايا ولكن نطلع ليكم باش يبان ليكم، سميت السيت رابيد تيبل، وهذا هو الليان ديالو. المهم الخوت، على ذكر مثلثات القائمة الزاوية، انتم عاقلين على هذيك نظرية فيثاغورس ولا قاعدة فيثاغورس بأن ا اس 2 زائد ب اس 2 تساوي س اس 2، ولكن هادشي هذيك صالحه غير في المثلثات القائمه الزاويه، ولكن المثلث غير قائمه الزاويه هذيك هنا فين كنبزز علينا خصنا نفهموا الكوسينوس. علاش؟ حيت مثلا ا اس 2 زائد ب اس 2 شنو كتساوي؟ كتساوي س اس 2 ناقص 2 ا بي كوس ديال الزاويه. المهم الخوت، هاد راه شي حاجه مهمه خاصنا نديرو لها سكرين شوت. المهم الخوت، هاد القاعده هادي كتسمى لو اوف كوساين، هادي كتسمى قاعده جيب التمام، كتبها قاعده جيب التمام في جوجل وغادي تعطيك.
وكاين الاخوه، وكما عرفنا حنايا في الكوسينوس كاين واحد، كاين واحد القاعده ديال الكوسينوس في كاع التراينجلز ياك، كاين حتى واحد اللو ديال السينوس، وهذه القاعده ديال السينوس هي هذه، وهذه صالحه لجميع المثلثات عامتهم حتى قائم زاوية حتى هو، يعني ملي كيصلح لجميع المثلثات يعني تدخل في قائم زاوية، عندي متطور على قاعدة ديال فيثاغورس اللي كنعرفو حنايا. المهم سينوس ديال تيتا أ على أ، سينوس تساوي سينوس ديال تيتا بي على بي تساوي سينوس ديال تيتا سي على سي. السلام عليكم الإخوة، بغيت نقول لكم انا عارف ملي كنكمل الفيديو ولكن شي مرات كنقطع وعاد ترجع الفيديو، داكشي علاش نقول لكم السلام عليكم، يعني انا عندي نتوما عندكم انا باقي في الفيديو وانا ولكن انا لا. المهم طونجونت، طونجونت تيتا، ها طونجونت تيتا وهاد كو طونجونت ولا كو سيكونت ولا سيكونت، هادشي كامل غير سميات. علاش هاد السميات هادو كنشدو هاد العلاقات هادو، علاقات مثلا اللي عارفين حنا طونجونت هي السينوس على كوسينوس قراوها لنا ديما، هادي غير سميه لهاد العلاقه هادي، غير ملي نقولك طونجونت صافي بلا تعرف السينوس على كوسينوس ياك، كاين الكو طونجونت هي الكوسينوس على السينوس العكس ديالها كو طونجونت صافي، وكاين سيكوينت، سيكوينت هي واحد على كوسينوس وكوسيكوينت هي واحد على سينوس، وهذه كما قلنا كما قلت لكم جاست ان نيم، هاي النيم مكتوب هنا ريليشن شيبس ان نيم، هادو علاقات. ندير لها امبريمي ليكرون، هذا الدوكيمون راه غادي نحط لكم اللين ديالو في ديشارجيو في ديسكريبشن باش تبداو نتوما، وحتى الفيديو راه غادي ندير لكم في ديسكريبشن تشوفوا خاطركم، وحتى اللي ما شافش مثلا ديسكريبشن ها هو راه باين تريكونومتري ايزي تو اندرستاند 3 انيميشن 3 دي انيميشن. المهم الخوت حيت كما كنعرفوا في الماط يحق لك ان تسال اي شيء غير خصو يكون منطقي، مثلا كاين اللي كيسول كيقول لك مثلا دابا قلتي لنا هنا واحد بي ياك وهنا جوج بي ياك، اجي مثلا الى مثلا ما درناش دوره واحده، درنا جوج دورات مثلا هذه وختمناها بعد الدوره هذه غتولي ربعه بي صافي، يعني غنبقى نزيد داكشي موجب، ومثلا في الدرجات مثلا كيما في الدرجات كيما هذه دابا مثلا 180 وهذه 360 زيد عليه صافي زيد عليه، ولكن الا بغينا نرجعو باللور غتبدا من الزيرو غتبدا تحسب بالسالب، هنا مثلا ناقص جوج بي ناقص جوج بي ولا ناقص 360 درجة صافي الخوت، باش نكونو متفقين. المهم الخوت واحد الحاجة مهمة ما توقفناش عندها هي هاد هي الكالكولاتريس فين جات ديك اللعيبة ديال انفرس كوساين، انفرس كوساين مثلا شتي دابا مثلا هنا عندنا الكوساين هاد اللي فوق منها شنو كاينة، كاينة كوس كوس ناقص واحد هاديك هي الانفرس كوساين اللي جبدنا عليها سيت وخدمها لنا اوتوماتيكمون. دابا الحمد لله، دابا الحمد لله الخوت راه فهمنا كلشي، بقى لنا غير نفهموا الداله المثلثيه كيفاش طالعه، الا تبعتوا معايا الخوت هذا الفيديو هذا غتفهموا البلان كي داير. The green line rotates by the angle theta. المهم الخوت هاد الفقاعات الحمراء اللي طالعه هذيك هي المنحنى ديال الكوسينوس
ديال الكوسينوس، و هاد السرق هذا هو كيمثل السينوس، و هاد الخطر هذا اللي غادي تيدور هذاك هو هذاك الحساب ديال بي. كيفاش غادي هو هذاك؟ راه هو الواتر، راه باين هو الواتر، ولكن هذاك غادي على حساب بي. بي كيفاش طالعه؟ واش 2 بي 3 بي 4 بي؟ المهم هانتوما السينوس هاهو كيفاش كيبان. هاكا غادي طالع هابط طالع هابط، وها هو الكوسينوس كيفاش كيبان، هابط طالع. Any function of any shape can be created by adding together sine and cosine waves of different frequencies and amplitudes. المهم كما قلت لكم الاخت راه بلي اي فونكشن ممكن تصنع بهذا الكوسينوس والسينوس. ولكن الخوت فين كتبقى القضيه؟ كتبقى القضيه في فريكونسيز، يعني العرض ديال ديك ديال الداله، العرض ديالها واش طويله ولا هابطه الفريكونسيز. كما كنقولوا حنا بالفرنسي الفريكونس. We can determine how they will respond to every possible function in the universe. الى تبعتوا معايا الفيديو الخوت حتى الاخر كنهنئكم بزاف، حتى انا شخصيا تعلمت بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كيفتح لي افاق ومجالات كبيره ان شاء الله. كنتمنى حتى نتوما تكونوا استفدتوا معايا، والله يعاون الى فيديو قادم ان شاء الله.